جيد العيد في الوضع اللي احنا فيه، في حرب لها اكثر من 6 شهور وسكرت اليوم 6 شهور، مش عيد. لا فرح لا سرور، احنا بنعيش بمعاناة الله اللي بيعلم وحده كيف احنا عايشينها. الناس حزينة، تركت بيوتها وتركت أطفالها، فيعني حقيقة عيد حزن للأمانة علينا وعلى الشعب كله. لا في أجواء ولا في فرحة، الأسعار كمان غالية، يعني حتى الوضع مش مساعد الناس تفرح أو تنبسط بأجواء العيد. عيدنا إحنا كشعب فلسطيني كشعب غزة عامة مش عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا عيد الانتصار، عيد وقف الحرب، عيد وقف الجوع، وقف الذل اللي بيجي على الشعب.